علي الطويل عُذب في مكان عمليته الجراحية وحكم بالإعدام. اطلع سماحة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في زيارة لعائلة المعتقل المحكوم بالإعدام علي الطويل بمنزلها في سترة على ظروف اعتقاله ومعاناته في السجن، وذلك في 24 من سبتمبر لعام 2013 الماضي. وكان علي الطويل اعتقل من منزل أخته في 17 من مارس عام 2011 بعد مداهمته من قبل قوات بلباس عسكري وملثمين، في حين اتهم بدهس شرطي. وتم تعذيب الطويل والتعمد في تعذيبه مكان عملية جراحية كانت أجراها، حيث استمر تعذيبه لمدة 3 أشهر حتى تغيرت إدارة السجن لمجيء لجنة تقصي الحقائق. وقد وضع في الحبس الانفرادي لأكثر من 11 شهرا بحسب المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما أهله يؤكدون بأنه قضى أكثر من 21 شهرا في الحبس الانفرادي، في حين لم يسمح للمعتقل بمقابلة محامي إلا بعد 3 جلسات، فلم يكن أي محامي حاضرا معه أثناء الاستجواب، ولم يسمح له بلقاء أهله أيضا. أضرب الطويل عن الطعام مرتين احتجاجا على سوء المعاملة والإهانات الطائفية المسترة التي تعرض لها وللمطالبة بالإفراج عنه، ولكنه حكم بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في 29 من سبتمبر لعام 2011. عندما سمح لأهله بزيارة فوجئ ذووه بالحالة الصحية له، إذ كان عاجزا عن المشي، وكان إنذاك يجلس على كرسي متحرك وعوارض التعذيب بادية على جسمه النحيل. وكانت عائلة الطويل تتلقى اتصالات مخابراتية استفزازا لمشاعرهم، وكانوا يتضحكون ابنكم سيعدم قريبا، في تصرف ينم عن التشفي والانتقام والتلذذ بالتعذيب حتى لأهل الضحية. وكان مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق أكد سابقا بأن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب أبدى اهتمامه بقضية الطويل، مبديا عزمه على متابعتها في حال سمح له بزيارة البحرين، في حين وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية الحكم الصادر بحقه بأنه استخفاف بشرعة حقوق الإنسان. الطويل شاب واحد يختصر معاناة الكثير من شباب الوطن الذين يتهمون في قضايا ملفقة ليبدأوا رحلتهم الطويلة مع المعاناة والسجن والتعذيب، لا لشيء إلا لأنهم شاركوا بفعالية في الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 من فبراير. الله يرجع عليك بالسلامة. إن شاء الله، الله يسمع منكم. إحنا كلنا نطلب إله ونا إله. إن شاء الله الله يفرج عنا، إن شاء الله كل ما فرج عنا إخواننا الله يفرج عنا. إن شاء الله. إله وإن شاء الله دعاءك مستجاب. الله كريم. إن شاء الله وطلع يوم شبه إن شاء الله. إن شاء الله الله يسمع منا. بسم الله الرحمن الرحيم. المحن والمصائب في هذا الوطن كثيرة وبلا حصر. علي الطويل أحد هذه الظلامات، شاب وجهت له تهم بحسب الكثير من المؤشرات لم يشترك فيها، تعرض إلى تعذيب قاسي وشديد ترك آثار على جسده إلى مدة شهور. الجميع شاهد آثار هذا التعذيب عليه. يعامل منذ لحظة اعتقاله حتى الآن بوحشية. لا زال كما أخبرني والدة بأنه في الانفرادي طوال هذه السنتين والنصف، وهذه معاملة غير إنسانية غير مقبولة، ليس لها أي مبرر. في كثير من الأحيان يحتاج إلى العلاج، لا يحصل على العلاج المناسب إلى المشاكل الصحية التي عانى منها من جراء التعذيب. علي حكم ظلما في محاكم لم تتوفر على المعايير الدولية بشهادة كل من علق على هذه القضية من المفوض السامي لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية أو التعليقات اللي وردت في تقارير وزارات الخارجية. وطالبت هذه الدول بإلغاء وإسقاط حكم الإعدام الذي صدر وإلغاء عقوبة الإعدام من القضاء البحريني. جميع أهل البحرين يتضامنون مع علي في ظلامته ويتطلعون إلى اليوم الذي تتحقق فيه العدالة بإجراء محاكمات عادلة لا تعتمد على التعذيب ولا تعتمد على انتزاع الاعترافات بالإكراه كما هو حاصل لعلي.
نتيجة لهذه الظروف علي في نظرنا وفي نظر المجتمع الدولي إنسان بريء يتعرض إلى ظلامة ويجب الإفراج عن نتيجة لهذه الظلامة. نحن لا نقول بأن إذا كانت هناك جريمة لا يجب البحث عن من ارتكب هذه الجريمة، ولكن مخالفة المعايير الدولية في المحاكمات، تعريض المعتقل للإعدام يلغي، تعريض المعتقل للتعذيب يلغي جميع الأقوال التي تنتزع من عنده، ونحن على ثقة تامة ليس فيها أدنى درجات الشك بأن علي والإخوة مع تعرضوا إلى تعذيب حتى الموت، تعرضوا إلى تعذيب يقربهم من الموت مما أدى لانتزاع هذه الاعترافات. نسأل الله سبحانه وتعالى لعلي الفرج ولسائر إخوته، وأن تعود البحرين إلى وضع حقوق إنسان لا يمكن أن يتعرض فيها مستقبلا أي فرد لما تعرض إليه علي من انتهاكات ومن تعذيب ومن اتهامات باطلة. إن الله على كل شيء قدير، ونتطلع إلى هذا اليوم الذي تتحقق فيه العدالة الحقيقية. علي اتهمه بقضية الدس الشرطي زين، وقالوا أن عنده سيارة جيمس، وهي عنده سيارة كريسيدا موقفة، وجو الشباب كسروها واتهموه هو بالشرطي زين، ودوها اللي هو الداخلية ورشوها بالشوزن، وقالوا عقب ما دعم الشرطي ضربنا بالشوزن، سيارة بالشوزن عشان نوقفه. وهاي الشيء ما صار، صار في الداخلية وقدام عيونه رشوها بالشوزن بس. و على الموضوع الحين هو في السجن، هاي صار الحين سنتين وشوي انفرادي تعذيب، يعني مو مقصر في كل شيء، تعذيب فوق اللازم يعني، حتى المستشفى اليوم مرض بطنه فوق، ألم فوق اللازم، ما ودوا المستشفى. وهي احنا الحالة اللي فيها الحين، واحنا نطالب الحين يكونوا يطلعون على الأقل من الفرادي، هلا نطالب فيه.